بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد قبل مباراة الدحيل والأهلي ب 24 ساعة، خلاص العد التنازلي وليلة المباراة. النهاردة بالتأكيد في تفاصيل عديدة وأخبار وكواليس كثيرة من مقر إقامة فريق النادي الأهلي والمشاركة الستة في كأس العالم للأندية. طبعا بنتكلم في 24 ساعة، بنتكلم خلاص بقى في الخطة والتشكيل وطريقة اللعب والمؤتمر الصحفي والتمرين الأخير وزيارة ملعب المباراة. في تفاصيل كتير النهاردة في حلقة الترند، لكن نبدأ بسؤال حلقة النهاردة. توقعاتكم لتشكيل مباراة الدحيل والأهلي غدا إن شاء الله في مباريات كأس العالم للأندية، هقول المباريات بالنسبة بالتأكيد للنادي الأهلي، نتمنى فيها رب التوفيق للفريق. شاركوا معنا عبر صفحات القناة، عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض كل الآراء والمشاركات في إجابة على هذا السؤال. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم الترندات. في ترند الأهلي الليلة، مران الأهلي الرئيسي استعدادا لمواجهة الدحيل. كمان في ترند الأهلي، ماريوس كوبار حكما للقاء. وأخيرا الأهلي يخوض المباراة بزيه البديل. اهلا بحضراتكم من جديد. استعراض مباريات اليوم، النهارده في اربع مباريات في الدوري المصري. منذ قليل انتهت مباراه مصر المقصه امام الاتحاد السكندري، والمقصه خسر على ارضه باربعه اهداف مقابل لا شيء. الاتحاد السكندري عمل مباراه كبيره وفاز 4-0. في هذه اللحظات في مباراتين، انبي مع بيراميدز وطلائع الجيش مع المقاولون العرب، وكلا المباراتين حتى هذه اللحظه التعادل السلبي بين كل فريق. الإسماعيلي وسموحة الساعة 7:30 في ختام مباريات اليوم في الدوري المصري. في مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي في خمس لقاءات، بيرني هيلعب مع مانشستر سيتي الساعة 8، فولهام هيلعب أيضا في نفس التوقيت مع ليستر سيتي، والساعة 9:30 ليدز يونايتد مع إيفرتون. الساعة 10:15 أيضا في مباراتين، أستون فيلا مع ويست هام يونايتد، وليفربول هيلعب مع برايتون. مباريات كأس ملك أسبانيا النهاردة في مباراتين، الساعة 8 ليفنت هيلعب مع فياريال، والساعة 10 غرناطة هيلعب مع برشلونة. آخر مباراة النهاردة معانا مباراة كأس إيطاليا الساعة 10:45، نابولي هيلعب مع أتلانتا في ختام مباراة كأس إيطاليا. نتمنى مشاهدة للجميع إن شاء الله، وتكون مباراة بالطبع على أعلى مستوى، لكن طبعا بكرة هو الحدث الأبرز مباراة الدحيل والأهلي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. ترند الترند النهارده عندنا تفاصيل واخبار ومعلومات تهم بالتاكيد كل المشاهدين والمتابعين من جماهير النادي الاهلي العريضه في كل مكان. طاقم حكام مباراه الدحيل والاهلي في مباريات او افتتاحه مباريات كاس العالم للانديه. النهارده الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا اعلن من خلال موقعه الرسمي وعبر موقعه الرسمي وحساباته الرسميه عبر السوشيال ميديا طاقم التحكيم للمباراه الاولى تجريس المكسيكي مع اولسن هونداي الكوري، وايضا مباراه الدحيل والاهلي. طيب طاقم مباراه حكام مباراه الدحيل والاهلي، هنستعرض مع بعض اسماء الحكام لان في نقطه محتاجين نشرحها للناس، لان هي عكس اللي بيحصل في المباريات المحليه في مصر. حكم الساحه من غواتيمالا ماريو سكوبار هو حكم الساحه وحكم هذه المباراه، مساعد اول هيمبرتو بانيو، مساعد ثاني نيكولاس اندرسون، الحكم الرابع عبد القادر زيتوني. طيب حكم تقنيه الفيديو هو داريو فيشر، ومساعد حكم الفار اللي هو اي فار كيفن بلوم، وفي حكمة راية احتياطية موجودة في هذه المباراة ماريانا دي ألميدا. ماريانا طبعا دي الحكمة من الأرجنتين، هتكون موجودة كحكم احتياطي في هذه المباراة. طيب لو بنتكلم على طاقم التحكيم، بالمناسبة ماريوس كوبر هو حكم حديث العهد بالمباريات الدولية في مباريات الفيفا خلال الفترة الأخيرة. هو عنده 35 سنة، مواليد 86، من غواتيمالا في أمريكا الوسطى، دولي منذ حوالي 8 سنوات عام 2013، لكنه بيشتهر او يعني مشهور جدا باشهار البطاقات الصفراء في المباريات اللي بيديرها. متوسط اشهار الكارت الاصفر في كل مباراه يديرها ما بين 4 إلى 6 كروت صفراء. يعني مثلا في دوري ابطال الكونكاكاف عام 2020 ادار مباراتين، اشهر في المباراتين 8 كروت صفراء وكارت احمر وحيد. في 2019 ادار مباراتين، أشهر فيهم أيضا 8 بطاقات صفراء وكارت أحمر. في 2018 أدار مباراتين، أشهر فيهم 6 بطاقات صفراء. في 2016 أدار مباراة واحدة وأشهر فيها 6 بطاقات صفراء،
لكن 2015 مع بداية تحكيمه في المباريات الدولية في الكونكاكاف لم يشهر أي بطاقة سواء صفراء أو حمراء في هذه المباراة. كأس الكونكاكاف الذهبية عام 2019 هي أكتر بطولة أدار فيها مباريات، أدار ثلاث مباريات وأشهر فيها 10 بطاقات صفراء. طيب على المستوى الدولي ما أدارش مباريات كبيرة، لسه حديث العهد ولسه صغير، أدار مباريات في كأس العالم تحت 17 سنة اللي استضافتها البرازيل عام 2017، لكن عام 2019 وأشهر فيها 11 كارت أصفر، هو مشهور جدا بإشهار الكروت الصفراء في المباريات. طيب في تفاصيل أكتر وفي معلومات بالتأكيد كل المشاهدين والمتابعين عايزين يعرفوها، أخبار البعثة، أخبار الفريق، بكرة خلاص المباراة باقي أقل من 24 ساعة، لذلك أذهب مباشرة إلى زميلي العزيز أمير هشام موفد قناة الأهلي من مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي عشان نعرف منه الأجواء والأخبار وآخر الترتيبات لهذه المباراة، خاصة كمان بعد لحظات قليلة هيكون في مؤتمر صحفي لبيتس موسيماني ومعاه كابتن الفريق محمد الشناوي حارس المرمى. مساء الخير يا أمير. مساء الفل عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. كنت أتمنى يعني الوقت يتأخر شوية تكون في الاستاد نفسه، استاد المدينة التعليمية، لكن أنا عارف لسه في ارتباطات ولسه في توقيتات تحرك البعثة، زيارة ملعب المران، التمرين النهاردة على الملعب الفرعي. قول لي بقى كل الأجواء والتفاصيل ومواعيد التحرك لكل هذه الإجراءات النهاردة على مدار اليوم في مقر إقامة البعثة. خليني اقول لك يا محمد ان المؤتمر الصحفي لمستر بيتسو موسيماني بيجرى في هذه اللحظات بالفعل، يعني هم على وشك الوصول خلاص لملعب المدينه التعليميه اللي هيستضيف هذه المباراه، مش مسموح لاي كاميرا خالص ان هي تسجل او تصور المؤتمر ده لان هو حصري فقط للفيفا، وهيكون مؤتمر اونلاين بطريقه افتراضيه ما بين مستر بيتسو موسيماني، هيبقى قدامه كاميرا بس هي بيتكلم معاها من خلال اسئله بتوجه له اونلاين من خلال بعض الصحفيين في مختلف الدول، وكذلك بعديه هيكون محمد الشناوي، لكن في نفس الوقت وصل كمان مع مستر بيتسو موسيماني الجهاز الفني بالكامل عشان يعني يعينوا ارضيه الملعب ويشوفوا الاجواء في استاد المدينه التعليميه. فبالتالي خلاص اعتقد لحظات بالتحديد لانهم مشوا بالظبط قبل دلوقتي بحوالي 40 دقيقه، فاعتقد ان خلاص المؤتمر بيبتدي في هذه اللحظات، وتصريحات اكيد هتكون مهمه لمستر بيتسو موسيماني وكمان لكابتن الفريق كابتن محمد الشناوي. لكن بخلاف كده وعلى مدار اليوم النهارده كان في احداث كتير جدا في الحقيقه وهي كلها غايه في الاهميه، بدايه من المسحه اللي كانت في تمام الساعه 9 صباحا لكل افراد البعثه، وهي كانت المسحه الرئيسيه واللي كانت تحت اشراف الاتحاد الدولي لكره القدم واللي هي بتكون قبل ساعات من اول مباراه باذن الله بكره للنادي الاهلي. النهارده كمان كان في الاجتماع الفني، والاجتماع الفني كان من خلال الفيديو كونفرنس، وحضروا طبعا مسؤولي النادي الاهلي المهندس خالد مرتجي طبعا، وايضا حضر كابتن سمير عدلي، كابتن سعيد عبد الحفيظ، الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق، يعني كل الاداريين اللي يعني بيتعلقوا بالنادي الاهلي والجهاز الفني تحديدا. وكان في كلام كتير خلال الاجتماع الفني ده، استمر حوالي ساعه او ساعه و10 دقائق تحديدا، وتم الاستقرار فيه على عدد من الامور، طبعا ابرزها اكيد كلنا عرفنا خلاص الاهلي هيلبس الزي الثاني، التيشيرت الرمادي في اسود والشورت الاسود والجورب الاسود، في المقابل الدحيل هيلبس احمر فاحمر فاحمر، وده الزي الاساسي بتاعه لان هو الفريق ايه او فريق صاحب الملعب والاهلي الفريق الضيف. كمان تم من خلال الاجتماع الفني تحديد الاماكن المخصصه لكل فريق، سواء غرف الملابس بتاعت الاهلي هتكون على يمين المقصوره، وكذلك دكه فريق النادي الاهلي هتكون على يمين المقصوره، الناحيه الثانيه هيكون طبعا فريق الدحيل. طبعا تم الاستقرار كمان على مواعيد الوصول للملعب، الاهلي هيوصل باذن الله تعالى قبل ساعه ونصف تحديدا من انطلاق مباراة، كمان موعد الظهور خلال أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة بكم دقيقة، الممر الخاص بالوصول لأرضية الملعب، يعني كلها تفاصيل مهمة جدا تم الاستقرار عليها في الاجتماع الفني. وفي الحقيقة الاتحاد الدولي بيهتم بكل كبيرة وصغيرة حتى فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية في الظروف الحالية اللي احنا فيها وفي الملعب الأمور هتبقى ماشية ازاي. مش مسموح لأي واحد مش بيجري عمليات الإحماء من لاعبي الفرقتين أو مش بيشارك في المباراة ان هم مرتدين
يرتديش الكمامة. أي واحد قاعد على الدكة لازم يبقى لابس الكمامة، ده أمر يعني تم التنبيه عليه بشكل كبير جدا. يعني كانت حاجات كلها طبيعية وبتحصل دايما في الاجتماعات الفنية، وتم الاستقرار على كل هذه النقاط بالنسبة للنادي الأهلي. خليني أقول لك كمان أن بعد المؤتمر الصحفي مباشرة إن شاء الله هيكون في مران النادي الأهلي الأخير، واللي هيتم من خلاله الاستعداد النهائي والاستقرار على كل شيء يتعلق بالنادي الأهلي في مباراة الغد بإذن الله تعالى. يا رب يا رب يا محمد الأهلي يكون موفق بكرة. الأعصاب مشدودة شوية بصراحة، إحنا كأفراد يعني موجودين هنا في البعثة، لكن اللاعبين يعني عندهم صحي كبير جدا كويس. وعارفين مدى المسؤولية. بالظبط وعارفين مدى المسؤولية اللي عليهم في الحقيقة لاعبي النادي الأهلي. إن شاء الله بإذن الله يعملوا لنا حاجة كويسة بكرة بإذن الله تعالى. طيب السؤال بقى اللي الناس كلها أنا عارف بتتفرج ومستنية تسمعه عشان تطمن منك أنت ومن إجابتك على هذا الموضوع، لأن الناس قلقانة من امبارح طبعا أول ما عرفت إصابة بدر بانون. طمنا على حالته، وأنا عارف من امبارح لغاية النهاردة الصبح دكتور أحمد أبو عبلة كان موجود دايما في الغرفة مع اللاعب عشان بعض الجلسات والكلام ده كله، وامبارح الناس شافت صور للاعب وهو داخل فندق الإقامة بعد المران. النهاردة بقى وأكيد في أشعة أجرية أخبار بدر، والناس كلها عايزة تطمن منك يا أمير. طيب خلينا اطمنك واطمن كل جمهور النادي الاهلي على حاله نجمنا بدر بانون، احد ابرز اللاعبين للنادي الاهلي في خط الدفاع. في الحقيقه احكي لك كواليس وتفاصيل، وده بيهم جدا الجمهور في الحقيقه محمد. امبارح الاصابه كانت مع نهايه المران، يعني قبل دقائق من التقسيمه، قبل ربع ساعه على الملعب كله ما بين فرقتين. لا كانت قبل خمس دقائق، ست سبع دقائق بكتير، يعني مش اكتر من كده، لان بعديها مباشره مفيش، هم خمس دقائق وخلاص انهى مستر بيتسو موسيماني المران. خرج بدر بانون كان مش قادر يقف خالص على رجله، لان كانت كدمه قويه في الكاحل في الحقيقه، واحنا اول ما شفناها الاول وهله كده قلنا الموضوع صعب، لان الولد ما كانش قادر يقوم في الحقيقه. فبالتالي الدكتور احمد ابو عبله لف حوالين الكاحل، لف رجله وحط تلج، وبعد كده دخلوا الغرف الملابس الخاصه بملعب تدريبات النادي الاهلي. فضلنا متابعين الحاله الوضع ايه لحد ما خلص لاعبي النادي الاهلي وكلهم ابتدوا يخرجوا لاتوبيس الفريق. ابتدينا نطمن، وبدر بيمشي من غرف الملابس لاتوبيس الفريق اللي هيوصل الفرقه لمقر الاقامه. كانت المشيه بتاعت بدر افضل بكتير من حالته هو اول ما هو خارج من النهارده. يعني الفندق كان في، ما انا جاي لك في الكلام اهو، وصلنا الفندق كان في متابعه لغايه الساعه 2 بالليل يا محمد لحاله بدر بانون، وجلسات من قبل كابتن او من قبل الدكتور احمد ابو عبله. النهارده بقى والتفاصيل المهمه جدا، تواصلت مع الدكتور احمد ابو عبله واكد ليا في الحقيقه ان في تحسن كبير في حاله بدر بانون، في تحسن كبير ونسب لحاقه بالمباراه اكبر من نسب عدم لحاقه حتى الان. طيب سالته قلت له هل في الام في كاحل بدر بانون؟ حاسس بح، قال لي الام خفيفه قوي. عندنا جلسه تاني النهارده، ما اتعملش بالمناسبه اشعه السونار ما اتعملتش بالنسبه للاعب، لان الدكتور احمد ابو عبله شاف ان احنا لحد اللحظه دي لحد اللحظه دي طبقا للدكتور كلام الدكتور احمد ابو عبله احنا مش محتاجين نعمل اشعه لان رجله ما ورمتش، وده كان اهم شيء ان الكاحل ما يورمش اطلاقا يا محمد، وده فعلا اللي حصل. الالام البسيطه دي بيتم التعامل معاها من خلال بعض الامور الخاصه بالطبيب بقى، هو ادرى بالجزئيه دي. على ما قبل بدايه المران هيبان بقى هل يقدر يشارك في التدريبات ولا لا، بس هو بشرني في الحقيقه قال لي بنسبه كبيره ان شاء الله هيشارك في التدريبات، وده هيبقى امر مهم جدا في الحقيقه بالنسبه لبدر بانون ان هو يكون جاهز، وهنطمن الناس بالليل كمان برضو ان شاء الله. يعني تمام امير هشام موفد قناه الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا كل هذه المعلومات، وطمنا بالتاكيد على اخر الترتيبات وايضا كمان اخبار بدر بانون في الساعات الاخيره. هي يا جماعه الناس كانت قلقانه، لان طبعا اصابه الكاحل تحديدا بتبقى من الاصابات الرخمه شويه، لكن طالما الجهاز الطبي شاف مفيش استدعاء لاجراء الاشعه، ده شيء ان شاء الله يدينا طمانينه. النهارده في المران هيكون في القرار النهائي، وباذن الله سواء موجود بدر او ياسر او ايمن او سعد سمير، كل اللعيبه ان شاء الله تكون على هبه الاستعداد، والاهلي عنده 23 راجل في كأس العالم للأندية عشان يأدوا أفضل ما لديهم في هذه البطولة لإسعاد الجماهير. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند.
اهلا بحضراتكم من جديد واستكمال باقي فقرات برنامج الترند. طبعا كنا اتكلمنا في مجموعه من الاخبار وزميلنا امير هشام طمنا على اخر الاستعدادات واحاله الفريق. عايز اقول لكم طبعا كل اللاعبين الموجودين في قائمه المباراه 23 هيكونوا عرضه للكشف عن المنشطات، مش معنى ان انت في الاساسي او الاحتياطي او خارج السكور هنا يتم التفريق مين يدخل للكشف الطبي ككشف منشطات او لا. 23 كلهم حتى لو في لعيبه مصابه وخارج السكور هيكونوا خاضعين للكشف عن المنشطات طبقا للوائح الفيفا. في لوحه تبديل الكترونيه هتكون موجوده مع كل فريق عشان اجراء التغييرات، وكنا امبارح اتكلمنا على قصه التغييرات وقلنا لكم وشرحنا لكم فكره التغييرات، 5 تغييرات في الوقت الاصلي من المباراه. لو رحت مرحله الاكسترا تايم او لا قدر الله في اصابه ارتجاج لاي من اللاعبين بيبقى في تغيير سادس او سابع في هذه الفتره. اللاعب او المسؤول اللي بيطرد اثناء المباراه او قبل الشوط الاول ممنوع عليه ان هو يدخل غرفه خلع الملابس بين الشوطين طبقا لقوانين الاتحاد الدولي، ودي امور بالتاكيد الاتحاد الدولي بينسقها بالنسبه للفتره اللي جايه. طيب عندنا تفاصيل اكتر وعندنا كلام مهم جدا بالنسبه لمشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. رحنا لمقر اقامه البعثه وقلنا لكم الاخبار الحصريه الحمد لله على مدار الايام اللي فاتت شرحنا امور كثيره جدا، لكن عندنا يعني استضافه احد الاعلاميين المتميزين اللي خلال الفترة الأخيرة جمهور النادي الأهلي كان مهتم جدا بسماع تعليقاته وآرائه خلال هذه الفترة، لأنه كان واضح وصريح في بعض القضايا الرياضية وكان بيدافع عن النادي الأهلي بشكل قوي جدا في وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة. لذلك في هذه اللحظات ومن خلال طبعا تقنية الزوم محتاجين نتعرف على هذه الآراء وعلى هذه المعلومات، ولكن من خلال الإعلامي الزين الناقد الرياضي الأستاذ علي الزين طبعا عشان نتعرف منه على بعض التفاصيل ورؤية الإعلام والنقاد الرياضيين في وصول الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية. أستاذ علي الزين الناقد الرياضي والإعلامي الكبير برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. مساء الخير محمد، وأنا سعيد جدا بالتواجد على قناة النادي الأهلي لأول مرة وإن شاء الله ما بتكون الأخيرة، ونحتفل سوا بالإنجازات القادمة بإذن الله، وسعيد بالتواجد ببرنامج الترند، وبحيي الجمهور الأهلاوي أو المد الأحمر اللي أنا بسميه وبعتز أنه أنا واحد منه. إحنا سعداء بوجودك معنا وشرف كبير، وعايز أقول لك وجودك معنا كان جمهور النادي الأهلي طلب بشكل كبير جدا أنك تطلع وتظهر عبر شاشة قناة الأهلي، لأن بجد الجمهور كان سعيد بحديثك عن النادي الأهلي، و صعب قوي لما بيبقى في اعلام او نقاد رياضيين بيكشفوا عن انتماءاتهم، فما بالكم بقى لما بيكون اعلامي عربي وناقد رياضي طبعا عزيز عادله وبيتكلم عن انتمائه وسعادته بتشجيعه للاهلي. طبيعي الامر، اللي انا من جهتي انا انسان متصالح مع نفسي، ممكن تقيم عملي في لو انا كنت ببرنامج تحليلي او بعمل يتطلب الحياديه يكون حيادي، لكن على السوشيال ميديا او بالقضايا المحقه او بارائي الشخصيه لا، انا لا ما بخبي ارائي وما بخبي ميولي، بل بعتز بميولي، انا اهلاوي ابا عن جد وتربينا على عشق النادي الاهلي، اني مجموعه من الانديه هذه لا يمكن ان نحيد عن الخط بتشجيعها، اللي هي الاهلي بمصر، نادي النجم بلبنان، وليفربول بانجلترا، فهول يعني خط احمر. طبعا. لذلك لا، انا بعتز بميولي الاهلاويه، والحمد لله اني كنت اهلاوي لانه على مد السنين الاهلي فرحنا وبطولات وانجازات ونادي القرن، اهم شيء انه نادي القرن وهيدا وقادمين على القرن الثاني. ما بين قوسين ودايما بنقولها الاهلي نادي القرن، وسعداء بوجودك معنا عبر شاشه نادي القرن. طب عايز اتكلم معاك بقى على المشاركه السادسه للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. تفضل. تعليقك على مشاركة الأهلي والرقم القياسي في المشاركة في هذه البطولة. يعني أنت لما بتشوف مشاركة نادي الأهلي للمرة السادسة وبطولة العالم للأندية، طبعا هذا ينوى للفخر بالنسبة إلى جماهير نادي الأهلي، يعني في أندية تعتز بمشاركة مرة أو مرتين بهيك بطولة بين نخبة أندية العالم، أندية التي تمثل قارات العالم، نادي الأهلي من الأندية اللي تحرص دائما على التواجد بين الكبار. فهيدي ليست بجديدة على النادي الأهلي، أجيال وراء أجيال النادي الأهلي معتادة على اللعب الأدوار الأولى، إن كان بدوري أبطال أفريقيا أو بمشاركة كأس العالم للأندية، ونادي الأهلي بشخصيته شخصية بطل، شخصية منافس. حجم اللي بيتواجد ببطولة العالم للأندية أكيد لا أمر مش بجديد عليه، يعني يمكن بالسابق النادي الأهلي
وصل مرات كان يحقق انجازات جيده بالمشاركه، يوصل لادوار مقدمه اوقات الظروف ما تسمح له، لكن حريص على المشاركه. يعني اول نادي عربي بيشارك 6 مرات، يكفي انه محمد ابو تريكه احد هدافين، رابع هداف البطوله بالمشاركه مع لاعبين اخرين ب4 اهداف، عماد متعب مسجل هدفين، سيد حمدي مسجل هدف، يعني حتى اسماء اللاعبين الاهلي موجودين على بسجلات البطوله، السجلات الشرفيه للبطوله، وهذا اللي بخليك تعرف انه هذا النادي اي لاعب بيرتدي القميص الاحمر بيعرف انه بينزل للمباراه لتقديم شيء وتقديم اقصى ما يمكن من امكانيات، لانه ممنوع على لاعب نادي الاهلي الا ما يلعب الادوار الاولى، لذلك ليس بجديد. وطبعا حاليا نحن موجودين هون وشايفين التحركات رابطه الجمهور واستعدادات الفريق يعني واللي شايفين انه في المعنويات مرتفعه لتحقيق نتائج. طبعا هي المباراه مش سهله مع نادي الدحيل القطري، نادي الدحيل عنده نجومه، عنده لاعبينه، يعني لاعبين المنتخب القطري اللي احرزوا كاس اسيا قبل سنتين تقريبا، لذلك ننتظر مباراه قويه، والاهم انه نادي عربي رح يكون بالمباراه نصف النهائيه بمواجهه بايرن ميونخ باذن الله. طيب عايز اعرف انطباعك ويعني رؤيتك لفكره استقبال جماهير النادي الاهلي بهذا الشكل اللي ظهر امام الجميع في صاله الوصول لما وصلت البعثه، سواء للاعبين لافراد الجهاز الفني للكابتن محمود الخطيب. الاعلام العربي رصد هذه الزياره ازاي، او رصد استقبال الجمهور ازاي للبعثه؟ اول شيء محمد، لولا جائحه كورونا المؤسفه كان بتلاقي العدد اللي شفته انت اكثر منه ب10 مرات و12 مره و20 مره، لانه مش كل جماهير النادي الاهلي استطاعت الذهاب الى المطار للظروف التباعد الاجتماعي والعدد اللي سمح له بالتواجد في استقبال الفريق. طبعا الكابتن محمود الخطيب اسطوره من اساطير الكره المصريه والعربيه، وهو يمكن من النادر جدا تلاقي رئيس نادي جمهوره متعلق فيه اكثر من لاعبين الفريق الاول. يعني نجوميه الكابتن الخطيب عم تطغى على نجوميه اللاعبين، مش الحاليين فقط بل السابقين ايضا. هذه يعني لازم ما يشعروا فيها هن الا بالسعاده، لانه سبحان الله الكابتن الخطيب ربنا اعطاه مثل ما بيقولوا فول باكج، الاخلاق اول شيء، والمستوى الفني المتميز، الانجازات، حقق كل الالقاب اللي ممكن يحققها، بيكفي انه افضل لاعب بافريقيا عام 1983. يعني لذلك الكابتن الخطيب هو اذا فينا نقول قدوه لاعبين النادي الاهلي، وهذا الشيء عم نشعره باللاعبين اللي دائما بيحرصوا على لحظه التواجد لجانب الكابتن الخطيب، اظهار الاحترام، اظهار الود، لانه بيعرفوا هيدي قامه من عمالقه النادي الاهلي. ما انت دائما رئيس نادي الاهلي ما بيجي شخصيه عاديه، بيجي شخصيه بتترك اثرها في المجتمع، يعني مثل الكابتن المرحوم صالح سليم والكابتن حسن حمدي والكابتن ايضا المرحوم محمد عبد الصالح الوحش وصولا لمحمود طاهر وايضا محمود الخطيب، شخصيات غير عاديه بالمجتمع، لانه كرسي رئاسه نادي الاهلي ليس يعني ما بدي اقول كلمه مش فاهم، كرسي نادي الاهلي تقيل، فبتحتاج شخصيه تقيله تجلس عليها. تمام استاذ علي الزين، طبعا انا سعيد جدا بهذا اللقاء وان شاء الله هتتكرر كثيرا الفتره الجايه، وعايز اقول لك جمهور الاهلي دايما بيسعد بارائك وتحليلاتك، وان شاء الله باذن الله نعود القاره في المره القادمه بعد مباراه الدحيل ان شاء الله، عشان لسه عندنا كلام كتير معاك، لكن طبعا وقتنا للاسف بيبقى قصير جدا. سعداء بوجودك معانا وارائك المميزه، وسعداء كمان باهتمام الاعلام العربي باستقبال البعثه خلال مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. شكرا جزيلا استاذ علي، وبالتوفيق دايما يا رب ليك ولبعثه النادي الاهلي. طيب في هذه اللحظات اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل اكتر، ولسه عندنا شويه معلومات متعلقه ببعثه النادي الاهلي في المونديال. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. ترند الاهلي هنستعرض مع بعض الامور اللي موجوده عبر السوشيال ميديا والمحتوى اللي الناس بتتكلم فيه قبل مباراه الدحيل والاهلي. هنبدا مع بعض من حساب الرسمي اللي في الجول على تويتر، بيتكلموا على العد التنازلي يوم واحد متبقي على مباراه الاهلي الاولى في كاس العالم للانديه. طبعا الحساب الرسمي في الجول بيتكلم على ان الاهلي سجل 11 هدف في
في 12 مباراة خلال 5 مشاركات سابقة في كأس العالم للأندية، وإن شاء الله بإذن الله في خلال هذه المشاركة يكون في أهداف عديدة عشان نزود معدل التهديف في هذه البطولة الكبيرة. طيب معنا كمان صور حصرية، يمكن عايز أتكلم وأنا معاكم أهو وإحنا بنتكلم على مشاركة الأهلي. دي صور على الهواء مباشرة طبعا حصرية من ملعب المباراة استاد المدينة التعليمية لمحمد الشناوي حارس المرمى وأفراد الجهاز الفني، طبعا كابتن سرد الحفيظ مدير الكورة، بيتسو موسيماني المدير الفني، كيفن جونسون وكل أفراد الجهاز المعاون في ملعب المباراة. طبعا ده قبل انعقاد المؤتمر الصحفي مباشرة، وطبعا الكل ملتزم بالإجراءات الاحترازية زي ما انتم شايفين على الهواء مباشرة عشان أرضية الملعب بقى والتجهيز للمباراة غدا بإذن الله. طبعا الصورة الجماعية لكل أفراد اللاعبين والجهاز الفني. هذا الملعب هيكون من الملاعب المخصصة لاستضافة مباريات كأس العالم 2022، وتم افتتاحه رسميا وتسليم العشب في أرضية الملعب يوم 6 يناير، يعني أول مباراة هتتلعب على هذا الملعب بعد هذا التحديث والتطوير هتكون مباراة الدحيل والأهلي غدا إن شاء الله الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة. طيب نكمل مع بعض ونشوف باقي الموضوعات اللي معانا من خلال ترند الأهلي. طيب صفحة فيفا الرسمية كان النهاردة في حوار مع محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي، ونشروا هذا الحوار من خلال الموقع الرسمي لفيفا على تويتر، واللي اتكلم فيه كهربا وقال: طالما حلمت باللعب في تلك البطولة والحلم قد تحقق أخيرا، مشجعي الأهلي يعنوا الكثير بالنسبة لي لأنني واحد منهم، الأهلي شيء خاص في حياتي أعتبره مثل أبي أو أمي، أأمل أن أحقق أمنيتهم والاستمرار للعب في الفريق في المستقبل وأجعل الجماهير سعيدة. اتكلم كمان على ذكريات كهربا مع كأس العالم للأندية، قال: كنت أهرب من المدرسة لمشاهدة المباريات في المقهى، كان شعور رائع أن تشاهد الأهلي يلعب أثناء شرب الشاي بلبن، لما كان طبعا بيتفرج على القهوة، لما كان بيشوف مباريات الأهلي لما كانت بتتلعب الساعة 7 الصبح، لما كانت المباريات بتتلعب في اليابان خلال السنوات السابقة. قال كمان: أشعر عندما أشاهد بايرن ميونخ في هذه البطولة بنفس يعني الأداء بتاعنا فريق النادي الأهلي، نفس الطريقة، لما بتفرج على البايرن أكني بتفرج على فرقتنا، إحنا بنلعب بنفس الطريقة، بنحاول نلعب بنفس الأسلوب يلعب بيه بايرن ميونخ في البطولة في الدوري الألماني. قال كمان: نفس الطموح اللي موجود عند البافاري موجود كمان عند القلعة الحمراء، منافسة على الألقاب القارية، منافسة على الألقاب المحلية، وبإذن الله إن شاء الله نشوف مباراة كبيرة، بس تكون خطوة تانية بعد الخطوة الأولى اللي هي أهم في كل شيء، مباراة بكرة بين الدحيل والأهلي. طيب أروح للصفحة الرسمية لصفحة يلا كورة، صورة لعلي معلول مع الكابتن محمود الخطيب. هذه الصورة طبعا يلا كورة اهتم بيها ونشرها على الفيسبوك، ومكتوب عليها عنوان رائع جدا تحمل الكثير من المعاني هذه اللقطة: كابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس البعثة والأب الروحي لكل اللاعبين بالتأكيد، وده باين حتى من خلال التعامل والروح المعنوية والدافع الإيجابي والنفسي اللي بيحصل من خلال رئاسة الكابتن الخطيب لبعثات الفريق خلال الفترات الأخيرة، وده كان ظاهر بشكل جيد جدا في مباريات دوري أبطال إفريقيا لما كان موجود رئيس البعثة، سواء في مباراة الهلال السوداني، حتى في مباراة سان داونز في دور الثمانية، في مباراة الوداد المغربي في نصف النهائي، وجوده على رأس البعثة بيبقى ليه صدى إيجابي جدا وتأثير نفسي ومعنوي إيجابي جدا مع اللاعبين والجهاز الفني قبل هذه المباريات الكبيرة. طيب أطلع إلى فاصل في هذه اللحظات، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الأخير من برنامج الترند. أنا استعرض بقى أكبر قدر من مشاركة الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، يعني رأيكم وتوقعاتكم لتشكيل مباراة الدحيل والأهلي غدا إن شاء الله. نبدأ مع بعض. مختار محمود بيقول: الأهلي يبدأ بالشناوي في حراسة المرمى، خط الظهر أكرم توفيق، علي معلول، أيمن أشرف، بدر بنون، أمامهم ديانج وحمد فتحي، أفشة، كهربا، طاهر، محمد شريف. سامح محمد عبد الفتاح بيقول: الشناوي، معلول، بنون، أيمن أشرف، أكرم توفيق، أفشة، السلية، ديانج، حمد فتحي، طاهر، شريف. في يعني الناس بتركز في أسامي الناحية الهجومية بشكل واضح. محمد مصطفى بيقول: أي 11 راجل هيشرفونا بإذن الله. كيمو كيم بيقول: الشناوي، معلول، أيمن، بدر، هاني، حمد فتحي، أفشة، ديانج، كهربا، بواليا، الشحات. كيمو بيقول رأي عكس الآراء السابقة. كريم بيقول: أتمنى أن يكون محمد الشناوي في حراسة المرمى، معلول، هاني، بدر بنون، أيمن أشرف، عمرو السولية، حمد فتحي، أفشة، طاهر، محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف. أحمد مودي بيقول: التشكيل، الشناوي، بدر بنون، أيمن أشرف، محمد هاني،
علي معلول، اليو ديانج، عمرو السوليه، طاهر محمد طاهر، مجدي قفشه، كهربا، محمد شريف. طيب دي مجموعه من الاراء وتوقعات الجمهور للتشكيل اللي ممكن يلعب بيه الاهلي مباراه الدحيل. في ناس بتتفق على ان الاهلي يبدا باكرم توفيق، وفي ناس شايفه ان ممكن يكون محمد هاني ويكون في جاهزيه، لكن الواضح في تعليقات الناس ورايهم ان في استقرار بنسبه كبيره على البدء بكهربا وقفشه وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف، ده كناحيه في الشق الهجومي. عموما في النهايه الاختيارات هي طبعا طبقا لرؤيه الجهاز الفني بقياده الجنوب افريقي بيتسو موسيماني. كل التوفيق يا رب للاهلي في مباراه الغد، الكل عمل اقصى ما لديه، لا يتبقى سوى التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. انت موجود في حدث ومحفل عالمي، نتمنى يا رب التوفيق للنادي الاهلي في المشاركه السادسه لكاس العالم للانديه، وتكون ضربه البدايه والانطلاقه من مباراه الدحيل غدا. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمه. شكرا والى اللقاء. في حاجات واماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوه الاهلي. اسال على الاهلي وبطولاته.